من خلال دراسة هذا التخصص راح تتعلم برمجة الكمبيوتر بجميع لغات البرمجة الحديثة، تحليل النظم الرقمية وتصميمها، إدارة قواعد البيانات وبرمجتها، إدارة المشاريع الرقمية وغيرها الكثير من المهارات اللي تخص تقنية المعلومات. الحين أنا جاي أتكلم لكم عن المجال المهني حق خريج نظم وتقنية المعلومات. المجال المهني طابعه واسع لأنه يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ومو بس كذي، بيجي أتكلم لكم بعد أنه وين يقدر يشتغل. يقدر يشتغل كمطور برامج، أو ممكن أنه يكون مدير قاعدة البيانات، ممكن أنه أيضا يكون مدير مشروع مطور مواقع إلكترونية اللي الحين تعتبر عصب التجارة الإلكترونية. يقدر يشتغل بأكثر من مكان بعد، كمثال شركات تكنولوجيا المعلومات وتقنية الحاسوب والاتصالات. يقدر بعد يشتغل بالبنوك والدوائر الحكومية والوزارات، وفوق هذا بعد يقدر يشتغل بشركات النفط والغاز وغيرها.